طويل. حياك الله يا ابو ناصر، يا مرحبا. للمرة الأولى على الإطلاق يتحدث رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن مرضه الذي يعاني منه دائماً والذي أدخله إلى المستشفى. وفي التفاصيل، كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أنه يعمل ما لا يقل عن 16 أو 18 ساعة، وهذا ما أدى إلى إنهاكه صحياً. نبض الرياض فل، البوليفارد فل، وينترلاند فل، السفاري. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الخاصة على تويتر احتفالاً بعيد ميلاده 44: اليوم اللي بوقف عمل فيه، أي عمل كبير أو صغير، هو اليوم اللي بتتوقف فيه الحياة عندي. العمل عندي وإن مخي يشتغل على طول هو الأكسجين اللي أنا عايش فيه. أحب أي عمل أنغمس فيه لدرجة لا وصف لها، لدرجة وإن جزء كبير من مشكلتي إني أعمل 5 أو 6 أشياء في نفس الوقت. جسم الإنسان له طاقة للأسف. وأضاف: تغيرت شخصيتي كثيراً، وأنا أطفي الشموع في كيكة 40، أصبحت لي حسابات جديدة في كل شيء. لا أقول إني قادر على تنفيذها حالاً، لكن أقول اتخذت القرار بتنفيذها وبدأت. لكن القرار الذي لم أستطع اتخاذه حتى الآن هو أن يقل معدل عملي في يوم من 18 أو 16 ساعة لستة أو سبعة مثلاً، وأن أخصص يوم أوف. هذا وكان كرم المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ الفنان السعودي محمد عبده بعد نجاح حفلته الكبيرة التي أقامها يوم أمس ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض. وحرص آل الشيخ على الصعود على المسرح الخاص بالحفل لتسليم فنان العرب التكريم الخاص به عقب انتهاء الحفل الذي حضره الآلاف وكان كامل العدد. وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على تويتر: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام سيدي ولي العهد حفظه الله، الذي لولا دعمه وتوجيهه لم يتم توثيق مسيرة فنان العرب محمد عبده بتقنية الهوليغرام لمئة أغنية من مسيرته الفنية. هنيئاً لنا كسعوديين بهذا الدعم والتوثيق لفننا.